بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000، وهنبدأ دلوقتي نشتغل على السبيس تراسز اللي هي الجملونات الفراغية اللي بتستخدم في تغطية الصالات الواسعة والاستادات والهناجر والكباري المعدنية ومحطات السك الحديد وهكذا. عندي هنا سبيس تراس في اتجاه اكس في، عندي 6 باكيات، كل باكية 3 متر. دي الاسقاطات بتاعته في الاليفيجن والسايد فيو والبوتوم بلان. الارتفاع بتاعه 2 متر وعرضه في اتجاه واي 3 متر، ده هيظهر في السايد فيو هنا. في عندي التوب بلان 5 باكيات بس مش 6، اللي انا رسمه هنا ده البوتوم بلان اللي هو السفلي، اللي هو اسقاط الجزء السفلي 1 2 3 4 5 6 باكيات او 6 ممبرز، دول في البلان ظاهرين بالشكل ده، والكروسات بتاعتهم هي السفليه برضو. في زي دول فوق بس 5 بس، لان انا لو جيت بصيت فوق كده هبص ادي 1 2 3 4 5، التراس من فوق اصغر من الجزء اللي تحت. علشان نرسم ده العناصر اللي عندي اللي انا فرضتها كلها انجلز 1 انجل 6 في 6 في 1 سنتي، يعني 60 مللي في 60 مللي في 10 مللي. التراس ده السبورتس بتاعته هنجد على الشمال والرولرز ديت على اليمين. هنبدأ نرسم برضو بنفس نظام اللي احنا اشتغلنا بيه في السبيس فريم. هنبدأ نعرف خطوط شبكة ونرسم جزء من العناصر، وممكن نكرر او نعمل ميرور للجزء التاني لو احتاجت كده عشان اسهل على نفس الرسم، وابدأ اتنقل بين المستويات. مثلا انا عايز ارسم الواجهة بتاعة السبيس تراس اللي هي ناحيتي ديت، اللي هو اللي انا شايفه في الاليفيجن ده، اقول له تظهر لي الاكس زد زي ما انا شايفه في 3 دايمنشن هنا، اظهر الاكس زد بلان عند الواي بيساوي صفر، فهيجيب لي الواجهة للناحية انا ديت وابدا ارسم عليها، ابدا ارسم عليها الممبر ده وده وده وده، الاربعة دول بس، وابدا اكررهم لجوه اللي هم هيبانوا هنا عندي في الاليفيجن دوت، وده الاربعة ممبرز دول نبدا نكررهم. فعلشان ابقى ارسم الاربعة ممبرز دول لازم اعمل خطوط شبكة عشان اعرف القطهم، لازم يبقى في خط شبكة عند متر ونص مش عند 3 متر، يبقى لازم يكون في خط شبكة هنا عند النقطة دي، وفي خط شبكة تاني عند النقطة دي، وخط شبكة تالت عند النقطة دي. يبقى انا عايز في اتجاه اكس 3 مسافات خطوط شبكة، كل مسافة متر ونص وكفاية كده. ممكن نكرر بقى العناصر، مش لازم ارسم كل الايه الترس، ممكن نعمل الريبليكيت ونكرره. ده في اتجاه اكس. في اتجاه واي لجوه المسافة عندي 3 متر، المسافة عندي لجوه 3 متر، وفي اتجاه زد المسافة 2 متر، يبقى انا محتاج خطوط شبكة في اتجاه اكس متر ونص ثم متر ونص ثم متر ونص اللي انا رسمتهم هنا دول، وفي اتجاه واي لجوه 3 متر، وفي اتجاه زد لفوق 2 متر، في اتجاه واي مسافة واحدة، وفي اتجاه زد مسافة واحدة، وفي اتجاه اكس 3 مسافات. يبقى انا كده ممكن ارسم الجزء الاول اللي انا رسمته بالاحمر هنا ده. الجزء ده ممكن بعد كده نعمل له ريبليكيت في اتجاه اكس كام باكية، ادي باكية 2 3 4 5 باكيات، وهيتفضل جزء هنا زيادة كده هنبقى نمسح، يبقى في جزء هنا زيادة من الريبليكيت هنبقى نمسحه في الاخر مش مشكلة. الاحمال اللي عندي كلها 10 طن على الجوينتس، ما عدا الجوينتس اللي في البداية والنهاية عليهم 5 طن زي ما هو بيظهر هنا في السايد فيو او في الاليفيجن. ندخل على برنامج الساب ونبدأ نعرف القطاعات بتاعتنا، ونبدأ نعمل اول جزء ونكرره ونشوف هنشتغل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا على برنامج الساب وعدلنا الوحدات بتاعتنا الى طن متر، ونعمل نيو موديل جريد اونلي، نقول له في اتجاه اكس انا عايز اربع خطوط شبكة، انا عايز 3 مسافات متر ونص متر ونص متر ونص، يبقى التلات مسافات هيبقوا اربع خطوط، المسافة الواحدة متر ونص، وفي اتجاه واي عايز خطين شبكة المسافة 3 متر، في الزد دايركشن عايز خطين شبكه
عشان انا عندي مسافة واحدة يبقى بخطين، وارتفاع في اتجاه الزد 2 متر، ونعمل اوكي. نقفل الشاشة من الشاشات اللي ظهرت ديت كده. جاب لي الاكس واي زد اللي هو 3 دايمنشن. بس هنا الاسم بتاع الجريد لاين كبير، لان هو مش سايب الحجم، الدايره البابل سايز ديت كبيره. فممكن اعمل كليك يمين لو انا دخلت جوه البرنامج بعد ما خلصت الجريد، ممكن اعدل في الجريد في اي وقت بعمل كليك يمين على الشاشه اديت جريد واعمل موديفاي، واجي اقول له هنا بس البابل سايز اعملها 2.4 كبيره جدا، خليها نص مثلا، ما نعدلش اي حاجه، هو كل حاجه موجوده هنا اهيت. اوكي اوكي كده عدلها وبقت صغيره. بعد كده عايزين نجيب المستوى اللي هنشتغل فيه اكس زد مثلا، اللي هو المستوى اللي في البدايه اللي انا عايز ارسم فيه الواجهه اللي هو الاليفيجن ده اكس زد. وابدا اشوف انا عند الواي بكام. في هنا اكس زد عند الواي ب3، ولو اتحركت كمان خطوه لقدام هيبقى اكس زد عند الواي ب0. هعرف الاول القطاعات وابدا ارسم من قائمه ديفاين فريم سيكشن، نلغي القطاعات القديمه ديت، ممكن نسيبها ونضيف القطاع بتاعنا، بس ممكن تتوهني وانا بختار بعد كده القطاع. نعمل هنا اد انجل واحده، اد نيو بروبرتي الماتيريال ستيل، وديت اسمها انجل 50 مثلا، او هي انجل هنا كام 6 سنتي مثلا، اقول 6. الاوتسايد فيرتيكال ليج 6 سنتي، والهوريزونتال ليج مسافتها برضو 6 سنتي، والسيكنس الهوريزونتال 1 سنتي، والسيكنس الفيرتيكال 1 سنتي. اوكي، ونلغي القطاع القديم ده. كده عندي انجل 6 سنتي. نبدأ نرسم امر درو فريم الانجل بتاعتنا اهيت. التراس طبعا لازم يبقى بند، او لو حتى ان انا نسيت من هنا، يعني لو انا رسمت كونتينوس مفيش مشكلة، بس في الاخر قبل ما نحل لازم نختار العناصر كلها ونحرر المومنت من الساين فريم ريليز، زي ما عملناه في البلين فريم اللي هو في الفريم في البلين تراس العادي. فممكن بدل ما نعمل الخطوه الاخيره ديت وانا برسم، نعمل بس ديت بند، يبقى المومنت ريليز بند، يبقى كده ده كانه لينك ممبرز اللي انا هرسمها دي كلها لينك ممبرز. ابدا ارسم اول ممبر من هنا لهنا، بعدين في ممبر هنا كده، في ممبر هنا كده، وفي ممبر هنا كده. رسمنا الاربعه ممبرز بتوعنا، نضغط اسكيب عشان نطلع من امر الرسم. دول اربعه ممبرز كلهم بالانجل اللي احنا اللي عندنا دي. لو الممبرز بقطاعات تانيه هنعرف كذا قطاع ونرسم كل ممبر بالقطاع بتاعه. علشان نبدا نكرر، ممكن هنا نعمل زوم نصغر هنا كده، عشان نبدا نكرر نختار العناصر ديت ونقول له هنا edit replicate linear، خطي في اتجاه اكس، عايز اكرر في اتجاه اكس. الدلتا اكس بتاعتي هي الباكيه بتاعتي اللي هي 3 متر. النمبر كام؟ انا عندي هنا اول باكيه معموله اهي، في باكيه كمان ثانيه ثالثه رابعه خمسه ستة. انا عندي منهم واحدة، فانا عايز بس ايه 5 باكيات تانيين نمبر 5 الانكريمنت ديتا اللي هي الزيادة. اوكي، لو عملنا هنا النقطة ديت اللي هي ريستور فول فيو، ديت بتعمل زوم اكستنت، يعني بتجيب لي اقصى حدود للرسمة بتاعتي جوه الشاشة بتاعت السايب. في هنا حتة زيادة نلغي، ده انا كنت مختار الممبر ده معايا، فكل شويه يتكرر، فجه في الاخر واتكرر هنا برضو زياده عن ايه عن حاجتي مش عايزه كده. لو عدينا الممبرز الافقيه ادي 1 2 3 4 5 6 تحتهم، وفوق برضو هتلاقيهم 5، لان اللي قلنا البلان العلوي غير البلان السفلي، اصغر شويه منه الباكي. لو جبنا 3 دايمنشن نلاقي ان انا رسمت الواجهه للناحيه دي بس. ممكن نختار دول كلهم من اول من هنا كده، اختارهم كلهم ونقول له هنا edit replicate linear،
بس في اتجاه بدل اكس نختار في اتجاه زد، دلتا زد في اتجاه دلتا واي، دلتا واي لجوه بمسافة 3 متر. الانكريمنت داتا مرة واحدة بس، يبقى انا عايز اكرر ده لجوه في اتجاه محور واي بمسافة 3 متر، النمبر مرة واحدة بس. اوكي كده هتلاقيه اتكرر اللي جوه. كده رسمنا الواجهات دي. عايز ارسم بقى البلانات، نجيب احنا كده خلصنا الاكس زد، نرسم بقى الاكس واي. الاكس واي في عند زد باتنين اللي هو العلوي، ولو نزلنا تحت كده هيجيب لي عند زد بصفر. ابدا اوصل في عندي هنا الكروسز اللي هي موجوده ديت من قائمه درو، برضو فريم او درو لاين، الانجل 6 هي اللي انا بشتغل بيها. ده اللي هو البلان السفلي. رسمنا اول باك اهيت، ممكن بعد كده نكررها، ناخد دول كده ونكررها، نعمل edit replicate في اتجاه دلتا اكس المسافة 3 متر، والنمبر 5 باكيات، عشان هو البلان السفلي 6 باكيات، احنا عندنا منه باكية الكروس بتاعتها ايه، يبقى احنا عايزين كمان 5. اللي هو خلص لي الحاجات دي اللي هي السفلية كلها. نجيب الاكس واي بلان تاني، بس نتحرك عند الزد باتنين، عند الزد باتنين نرسم اول كروس اهو، كله لسه شغالين بند برضو من هنا. رسمنا الكروس ده ونختار دول كده ونعمل edit replicate دلتا اكس بتلاتة، العدد 4، مش البلان العلوي قلنا 5 باكيات بس رسمنا منهم واحدة فاضل 4. اوكي خلصت كده على البلان العلوي، كده خلصنا الترس كله. ما عادش فاضل بس غير في السايد فيو في كروسات كده اللي هي ظاهرة عندي هنا دي، اللي هي دي الازرق ده واللي في ظهر، وهكذا لحد اخر الترس. فانا لو رسمت الاربع عناصر اللي هم الزرق اللي انا رسمتهم هنا دول وكررناهم في اتجاه اكس 5 مرات، يبقى انا كده ايه خلصت الكروسز اللي هي اللي في السايد فيو كلها. ندخل على الساب، نلفف بالماوس شويه كده، او بالكيبورد، بالكيبورد ممكن بالاسهم اللي هي لتحت والفوق ويمين وشمال ديت، يبدا يظبط لي الواجهه بتاعت كده. معقوله ممكن نرسم عليها، نجيب درو فريم بند برضو من النقطه دي لحد النقطه دي والنقطه ديت لحد النقطة دي، الاتنين ممبرز دول نعمل لهم ميرور، edit replicate ميرور عند الاكس ب1.5، المحور بتاع المراية هيبقى موازي لمحور زد، عند الاكس ب1.5 سواء كان اكس 1 او اكس 2، الاكسات هنا متساوية. الوايات اي وايات زي ما كنا شفنا قبل كده في التراس العادي، نعمل اوكي كده عملهم في ظهرهم، ونبدا نختار الممبرز دي الاربعه اللي هم دول واللي في ظهرهم دول الاربعه ممبرز، ونكررهم عادي لجوه بقى. في عندي هنا لو اتحركنا بالاسهم كده، دول الاربعه ممبرز اللي احنا رسمناهم، عايز اكررهم 5 مرات من edit replicate linear في اتجاه دلتا اكس في اتجاه اكس ب3 متر، النمبر 5 مرات، نلاحظ ان هو كله اتكرر. لو عايزين نظهر التخانات بتاعه العناصر ديت من علامه الصح ديت، نجيب extrude view
كده احنا رسمنا الترس كله. نختار بقى عند الاكس واي، في الاكس واي بلان، في التوب بلان اللي هو اللي عند الزد باتنين كده، مظبوط هنا ظاهر عندي الزد باتنين اهي، ده اللي هو البلان العلوي. نختار النقطتين دول اللي على الشمال دول ونقطتين اللي على اليمين دول، ونحط عليهم 5 طن ولا كام؟ 5 طن. اخترنا الاربع نقط دول وعملنا اساين جوينت لود فورسز في الزد ناقص 5 طن، والنقط دي كلها عليها 10 طن الساين جوينت لود فورسز ديت كده ناقص 10 طن. كده خلصنا الاحمال، لو شفناها في 3 دايمنشن يبقى كده الاحمال بتاعتي كلها خلصت. السبورتس اللي عندي تحت في الارض عند اكس واي بلان، بس مش عند الزد باتنين، عند الزد بصفر. ننزل مستوى ينزلنا عند الزد بصفر، نختار النقطتين اللي على الشمال دول ونعمل لهم هنج الساين جوينت ريسترين هنج زي ما هو موجود في المسألة عندي، دول هنجد. والاتنين الباقيين دول دي ودي رولرز، الساين جوينت سترين رولرز. اوكي كده خلصنا توصيف المنشأ كله، ناقص اني لو كنت نسيت بس في البداية اني اختار بند وانا برسم الفريم ده، لو انا كنت نسيت بند ديت وكنت رسمتها كنت نوصل، كنت لازم اختار العناصر دي كلها اول اهي، اختارها كلها واعمل assign frame releases واحرر المومنت ام 3-3 والمومنت ام 2-2 من عندي عشان ما يطلعش لا عزوم. هو في المنشأ في السريدة منشأ بيبقى عليه مومنت 2 مومنت، مومنت ام 3-3 ومومنت ام 2-2. في الترس العادي اللي هو البلان ترس اللي هو اكس زد بلان كنا بنحرر ام 3-3 بس لان ما كانش فيه ام 2-2 اصلا، لكن في السبيس ترس بنحرر ام 2-2 وام 3-3 وكمان ممكن نشيل التورشن ديت عشان ما يتولدش عندي في الترس تورشن، هو مش هيشيل غير نورمال فورس اونلي. ونعمل اوكي. التورشن ما ينفعش يتحرر في الناحيتين هتبقى انستيبل، لو جينا نحررها هنا كده تاني تلاقي الشيل الاولانيه هي تورشن عند اند واحده. يبقى انا كده هحرر 5 حاجات، المومنت في البدايه والنهايه ام 3-3 وام 2-2 دول 4 كده، والتورشن في ناحيه واحده. نعمل اوكي. لو شلنا الاكستروجن من هنا كده هتلاحظ الايه الهنجات اللي هو عملها لي، ولو انا ما كنتش دخلت على الخطوه دي وعملتها كان هيطلع نتائج 100% صح، لان انا كنت مختار في الاول بند، لو ما كنتش اخترت بند لازم اعمل الخطوه اللي انا عملتها دلوقتي دي. بعد كده هنشيل الاون ويت ديفاين لود كيسز، والاون ويت هنخليه بصفر ونعمل موديفاي اوكي، ونعمل سيف للملف بتاعي باسم مثلا سبيس تراس ونحله ونلغي حالة المودل ديت من الحل، نقول ران ناو بعد كده. خلص حل وقال لي اناليسيس كومبليت وطلع لي شكل الديفورمد شيب. لو انا عايز اطلع البيندنج مومنت دايجرام الاكسيال فورس دايجرام، مفيش بيندنج مومنت دايجرام هنا كلها قيم باصفار، انا عايزين نشوف الاكسيال فورس فريمز اكسيال فورس. ديت قيمه الاكسيال فورس على العناصر. ممكن نجيب الاكس زد عند الواي بيساوي صفر، او عند الواي بيساوي واحد، او عند الواي بيساوي 3، ونبدا نتحرك اب وداون يطلع لي الاكسل فورس على الواجهه او على السايد فيو وهكذا. لو عايز اجيب في البلان اكس واي نظهر برضو الاكسل فورس، هي موجوده بس للاسف ان هو بيرسم الاكسل فورس لتحت، يعني هي ظاهره لاسفل، فانا عشان اظهر القيمه نعمل كليك يمين عليها هتلاقي الاكسل فورس على المنبر ده ظهرت اهي، والاكسل فورس على المنبر ده وهكذا.
كده نكون انتهينا من شرح السبيس تراس على برنامج ساب 2000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.